السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريق أوفيس 365 سوهاج يقدم لكم تطبيق جديد من تطبيقاته، وهو تطبيق الوان درايف مع المدربة زهراء السيد محمد. تعرف الوان درايف؟ إيه هو الوان درايف؟ الوان درايف عبارة عن وحدة تخزين، هو تطبيقات احد تطبيقات اوفيس 365 ده عباره عن وحده تخزين، ممكن منها اخزن ملفات، صور، مقاطع فيديو، مستندات، غيرها كتير، واوصل اليها بسهوله وفي اي مكان. طيب ايه الفرق بين الوان درايف وبين اي وحده تخزين تانية؟ من عندي ممكن اخزن على فلاشه، على اسطوانه، على ديسك توب، على جهاز لاب. ايه فايده الوان درايف بالذات، او ايه الفرق بينه وبين اي حاجه تانية؟ اول حاجه الوان درايف بيديني ساعه تخزينيه كبيره تصل الى 5 تيرا بايت. يبقى انا معايا 5 تيرا بايت بستخدمهم، خلاص خلصتهم بيديني 7 تيرا بايت، ويبتدي يزود لي لحد ما اوصل الى امكانيه تخزين بلا حدود. كمان ممكن منه رفع ومزامله الملفات في اي وقت ومن اي متصفح، يعني في اي مكان وانا في اي متصفح ممكن اتعرف على البيانات بتاعتي، ارفعها، اعمل لها مزامنه، تنزيل على الديسك توب، تغيير اي حاجة. ايه تاني من مميزات الوان درايف؟ ان في ميزة الخصوصية وامكانية الحفاظ على الملفات، لان انا ممكن لو الملفات بتاعتي على فلاشة ممكن اي حد ممكن لو شاف لو خد الفلاشة دي تطلع على البيانات الموجودة فيها، لكن في الوان درايف محدش يقدر يتعرف على الملفات بتاعتي الا لو فتح الوان درايف بتاعي او حسابي، او انا عملت مشاركة للملف ده وانا اللي كنت عايزاه هو اللي يشوفه او يطلع عليه. كمان ممكن اتابع التغيرات واطبقها من اي جهاز، يعني في اي مكان من اي جهاز اقدر اشوف ايه اللي افتح ملف عندي، مش محتاج يكون معايا وحده التخزين اللي محطوط عليها الجهاز ده هو او الملف ده. الحفاظ على امان الملفات في حال تلف الجهاز تكون ملفات في امان. انا لو مخزن الملفات بتاعتي على وحدة تخزين كمبيوتر او على فلاشة او على سي دي، وارد ان الفلاشة او السي دي يحصل فيها مشكلة او تلف، كده يبقى انا فقدت كل البيانات بتاعتي. لكن مع الوان درايف لو حصل تلف في الجهاز، في النسخة، في اي حاجة، الملفات بتاعتي في امان، ممكن اوصل ليها بسهولة. دي فوائد الوان درايف ومميزاته. ازاي اقدر اوصل للوان درايف بتاعي؟ الوان درايف زي ما قلنا تطبيق من تطبيقات اوفيس 365، يبقى عشان اوصل له لازم افتح الحساب بتاعي اوفيس 365. طبعا هكتب في محرك البحث اوفيس 365، وهكتب الايميل، وهكتب كلمه السر، وهعمل تسجيل دخول. كده ظهرت لي الواجهه الرئيسيه للاوفيس 365. ادي الواجهه الرئيسيه للاوفيس 365. ازاي اقدر اوصل تطبيق الوان درايف؟ هضغط على التطبيق من هنا، انا وقفت مكتوب عليه شكله شكل السحابه، مكتوب عليه وان درايف، هضغط. طيب لو لقيته مش موجود هضغط على كل التطبيقات من هنا، هيجيب لي كل التطبيقات، واضغط على الوان درايف. كده يبقى انا فتحت الوان درايف الخاص بيا. ده شكل الواجهه الرئيسيه للوان درايف، دي النقاط التسع اللي من خلالها اقدر اوصل كل تطبيقات اوفيس 365. ده اسم التطبيق اللي انا فيه اللي هو اسمه وان درايف. ده بحث ازاي لو انا عايزه ادور على ملف، يعني مثلا في ملف عندي الملفات كتيره وانا عايزه اوصل له بسهوله، اعمل ايه؟ هكتب اسم الملف وليكن مثلا تطبيقات اوفيس، هو ابتدى يجيب لي الملفات المكتوبه بالاسم ده، وكده اقدر اوصل للملف اللي انا عايزاه بمنتهى السهوله. الفايز دي كل الملفات، عايز ابحث انا في كل الملفات، الفايز دهيت لو كل الملفات، لو عايز ابحث في كل الملفات او عايز ابحث في الملفات بتاعت منظمتي بس. ديت ايقونه البحث. ترس الاعدادات طبعا ده هو ترس الاعدادات الشهير، ده اللي اقدر منه اضبط التعديلات، اغير الواجهه، اقدر اغير اللغه. لو ضغطنا على غير اللغه هيفتح لي الحساب بتاعي. نفس خطوات تغيير اللغه في اي تطبيق من تطبيقات اوفيس 365، اهو هطلب تغيير اللغه هيفتح لي حسابي، ومن حسابي هناخد الخصوصيات، الاوضاع والخصوصيات، تغيير لغه هيحمل لي اللغات، هيقول لي انت عايز دلوقتي اللغه المستخدمه هي اللغه الانجليزيه، عايز تستخدم اللغه الايه، هضغط واقول له غير اللغه، هختار اللغه اللي انا عايزها،
مثلا العربيه. بعد كده هيقول لي عايز تعمل تسجيل خروج التسجيل مره تانية عشان يفعل اللغه، هقول له ايوه او لا براحتي، انا هلغي عشان مش عايزه اغير في اللغه. نرجع تاني هنا، هو كده فتحنا الواجهه الرئيسيه للاوفيس 365، لان احنا قفلنا التطبيق. احنا لما قفلنا حسابي قفل مع الوان درايف، هنفتح الوان درايف تاني. اهي ادي الواجهه الرئيسيه للوان درايف اللي احنا كنا فيها. شوف ملفاتي دي الاعدادات، زي ما قلنا غيرنا منها اللغه، او ممكن نغير الوضع الداكن لو الوضع مش مريح للعين كده اهوت، ممكن نغير كلمه السر، الباسورد، نفس الاعدادات اللي في اي تطبيق من تطبيقات الاوفيس 365. علامه الاستفهام دي لو في اي سؤال. طبعا دي صوره البروفايل بتاعي اللي منها اقدر اعمل تسجيل خروج، وادي اسم المنظمه، وادي اسم الحساب، اوصل لحسابي او اغير صوره البروفايل الى اخره. نيجي نشوف القائمة ديت، ادي اسم صاحب الحساب او الون درايف ده، ماي فايز ملفاتي، ريسنت الملفات الحالية اللي انا شغال فيها من فترة قريبة اهوت، يعني تقريبا كده اهوت اكتر واحد يعني من ساعة، وفي ادي امبارح. شير الملفات اللي انا عاملة لها مشاركة، ريسايكل بن دي الملفات الموجوده في سله المهملات، انا لما بحذف ملف بيفضل موجود 30 يوم في سله المهملات، ممكن اعمل له استرداد او استرجاع، اضغط اقف عليه كده اهوت لو انا حذفت ملف عن طريق الغلط مثلا، واضغط كليك يمين واقول له ريستور يا للسعاده، ديليت لو عايز احذفه خالص من سله المهملات، وديتيلز يعني دي ايه التفاصيل الخاصه بيه. دي لو عايزه اوصل للفصول او ملفات اللي انا منشاها، انا عامله كوبي من الاول الثانوي كده اهوت، اضغط عليها او اوصله بسهوله. ولايبرري ديت لو عايزه اعمل مكتبه المحتوى، عايزه اعمل مشاركه لمكتبه المحتوى بينه وبين حد، يعني مكتبه واحط فيها الملفات واشاركها بينه وبين حد، هنا اكتب اسم المكتبه، هنا الاعضاء، واعمل انشاء. نرجع تاني نقف في ملفاتي. نيو ده جديد، انا لو عايز اعمل مجلد جديد هضغط على نيو، زي اي تطبيق، زي اي ديسكتوب عادي او ملف كمبيوتر عادي، بيقول لي سمي التطبيق، نسموه وليكن مثلا الجديد، واقول له انشاء. هنبص هنلاقيه ان هو عمل لي ملف جديد اسمه الجديد اهو، ثلاث شرط، ده معناه ان هو منشأ جديد او معمول جديد. طيب شوفوا الثلاث نقط اللي جنبيه دولت بالمره، دي شير لو عايز اعمله مشاركه، عايز اعمل الملف ده مشاركه، كوبي لينك لو عايز اعمل نسخ لللينك بتاعه عشان ابعته لاي حد يشاركه معايا او يتفرج عليه او يشاهده. طلب الملفات ديت هنشوفوها بس شوية يعني كده، وده طبعا الوصول لتطبيقاته لو عايز اغير في اعداداته، وعايز اعمل اللينك بتاعه، وبيقول لي مين اللي عامله، انا صاحب وانا مالك ليه. طبعا شير دي لو عايز اعمل مشاركة على طول سريعة، داونلود لو عايز احمله على سطح المكتب، ديليت لو عايز احذفه، موف احركه، كوبي انسخه، رينيم اعيد اسمه تاني، اوتوماتيك دي هنشوفوها شويه، ودي تدي التفاصيل ديت بالنسبه لنيو فولدر. الطريقه اللي اعمل بيها ملف جديد هي نفس الطريقه اللي اقدر اعمل بيها ملف وورد، هضغط نيو برده كده، هعمل لي مثلا عايزه اعمل ملف وورد جديد، عايزه افتح في الوان درايف ملف باوربوينت، ملف اكسل، ملف اكس، نفس الطريقه من نيو، وهجيبه اهو. هو هيدي له اسم افتراضي دوكيمنت 4 عشان ده رقم 4. طيب انا عايزه اسميه ازاي؟ هضغط على الاسم بتاعه، في سهم صغير جنب الاسم هضغط عليه، هيقول لي سميه، عايز تسميه ايه؟ هقول له مثلا هسميه الجديد. لازم الاول نظل الكلام اللي هو مكتوب كده، هسميه الجديد. ظهر
النت لازم تبقى باللون الازرق كده، هنسميه الجديد. هنا المكان بيقول لي هيحطهولي في المستندات، زهراء سيد محمد في المستندات، وهنا التفاصيل، وهقول له حفظ سيد او حفظ كده. انا ايه سميت ملف بتاعي، هو لسه منشأ جاست ناو، ادو في الملفات. طيب ارجع كده، هو الباك دي ارجع للملف نفسه. طيب قفلت الملف، نرجع للون درايف بتاعنا. فين الملف اللي احنا لسه منشئينه؟ اهو الملف اللي احنا منشئينه، وعليه ثلاث نقاط عشان لسه منشئينه دلوقتي، اللي هو اسم العمل. طيب انا لو عايزه احذفه، زي ما قلنا نضغط على الثلاث نقاط دول واقول له ديليت. كده هو بيأكد لي انت عايز تحذفه، كده انا حذفته. يبقى ده بالنسبه لنيو. ابلود دي لو عايز اعمل تحميل لملف، انا عندي ملفات على الديسك توب او في الكمبيوتر وانا عايزه اعملها ارفعها على الوان درايف، هضغط على ابلود. طب هو بيقول لي انت عايز ترفع ملف ولا فولدر؟ في فرق بين الاثنين، ملف ولا فولدر. هنختار مثلا ملفي في الاول، هيروح يفتح لي الكمبيوتر بتاعي، هيقول لي حدد المكان. طبعا الملف اللي انت عايز ترفعه اسمه ملف ايه، وليكن مثلا نختار اي ملف من دول، وليكن ده، واقول له اوبن. هيبتدي هو كده هيرفع لي الملف ده على الوان درايف بتاعي. الاول بيقول لي ابلود مكان شير موافق، ماشي هعمل له ايوه. لا ده عشان احصل على اللينك بتاعه. تاني ابلود تحميل ملف، احنا ضغطنا، ناخدوا بالنا واحنا بنضغط، احنا ضغطنا على اكتر من امر فتحنا الملف التاني اللي معاه. طيب احنا ممكن نعمل ابلود بطريقة تانية، نضغط ملف، بيقول لي حدد الملف اللي عايز تعمله ابلود، ملف او صورة او اي حاجة احنا عايزين نعملها براحتنا، مثلا وليكن ده، هقول له اوبن. هو بيقول لي وز ابلود ذيس فايل، فايل وز ذيس نيم. اوريدي في ملف موجود بالفعل بالاسم ده، هي انت عايز تحط مكانه او عايز تغيره او عايز ايه بالظبط. طب احنا نشوفه ملف تاني باسم تاني كده، عشان هو موجود عنده بنفس الاسم كده، هيبقى عندي ملفين بنفس الاسم، فهيحصل عنده ايه دروب. ناخد وليكن مثلا ده، هو على اساس ان هو ملف مثلا، نقول له اوبن. اهو واخدين بالنا، اهو بيعمل له تحميل. لو ضغطنا على هنا هو بيقول لي انت حملت واحد ملف. طيب فين الملف ده؟ لو نزلنا كده هوت هنلاقي ان الملف جاء نزل هنا، هو في ملفاتي. اهو نزل في ملفاتي لوجو الفريق. طيب انا مش عايزه انزله في ملفاتي، انا عايزه انزله في ملف معين، يعني مثلا في اوفيس 365 عايزه انزله، هروح اقف على الملف اللي عايزه انزل فيه واعمله ابلود، يعني المكان اللي انا عايزه احط فيه افتحه واعمل ابلود تحميل. طيب ده بالنسبه لتحميل، يبقى قلنا نيو
جديد، لو عايزه اعمل ملف جديد، فولدر جديد، مجلد جديد، او عايزه اعمل انشا ملف وورد او اكسل او باوربوينت او ون نوتس او فورمت او لينك دي، لو عايز هو احصل على لينك جديد بيقول لي اكتب الملف اللي انت عايز تضيف لينكه، هو اللينك اللي عايز تعمل له اضافه. مثلا هروح هنا هوت على، انا عندي لينك مثلا فيديو معين او حاجه معينه عايزه احطها علشان خاطر الطلبه او اي حد يحضره، هعمل اللينك وهقول له كرييت كوبي هنا هوت، هو هيحط لي بقى الملف وفيه ايه، وفيه اللينك ده. ممكن نجربها، نفتح مثلا نجيب لينك اي ملف من هوت. نكتب مثلا شرح الوان درايف، مثلا ممكن نجيب لينك اي حاجة من هنا. طيب نجيب مثلا هنجيب لينك معين ونشوفه حكاية اللينك دهيت، او هنعمل اللينك وليكن مثلا اهو الفيديو ده، انا هروح لللينك بتاعه، هنعمل كوبي لللينك هوت، ادي اللينك بتاع الفيديو هنعمله كوبي، نروح تاني في انشاء لينك اهو، هنا هنعمل لصق لللينك وهقول له، بيقول لي عايز تسمي اللينك ده ايه، مثلا احنا هنسموه شرح، هو كان شرح الايه، شرح التيمز، يبقى هنسميه شرح التيمز وهقول له انشاء. تمام كده هوت، لو بصينا هنلاقي ان في لينك اتحط باسم شرح التيمز. احنا ممكن نعمل بحث عنه، شرح التيمز اتحط لنا. طيب تاني نشوفه تاني، نروح الملف التاني نشوف فين هو، فين شرح التيمز، شرح التيمز اهو، شرح التيمز مجرد ما اضغط عليه هيروح يفتح لي الملف بتاعي اللي اسمه شرح التيمز اليوتيوب اهوت علشان احضره. نقفل. يبقى احنا دلوقتي من نيو نعمل مجلد جديد، ممكن نعمل وورد، ممكن نعمل نسخ الربط. شيل دي لو عايزه انا واقفه على ملف معين، احنا لو خدنا بالنا هلاقي ان انا دلوقتي الملف اللي بقف عليه هو هنا بيحدد لي انت محدده ملفين، انت محدده ثلاث ملفات، انت محدده اربعه. شير ده اهوت، هو اتحدد الملف كده ونشوفه،
اوبن دهوت لو عايز يفتحه لي. ثانيه، احنا بيفرق لما اكون واقفه عن ملف، بيكون واقفه عن فولدر، عن مجلد او ملف. نشوف الاول المجلدات وبعد كده هنشوف الملفات. دهوت قلنا نيو، داونلود لو عايزه اعمل له تحميل، سطح المكتب ديليت، احذفه، موف، احركه، كوبي، انسخه. طيب ايه ده؟ دي الترتيب لو عايز ارتب. يقول انت عايز ترتب حسب ايه؟ حسب النوع، حسب الاسم، حسب التعديل، تاريخ التعديل، حسب حجم الملف والترتيب، تصاعدي ولا تنازلي، ولا دي عدد الملفات اللي انا محددها. دي شكل الملفات بتاعي، عايزها لسته كده اهوت بالشكل ده، ولا لسته مضغوطه واخدين بالكم الفرق، تحس ان هما ضغطوا في بعضيهم، ولا عايزها تايلز العنوان بالشكل ده اهوت. ملفات عايزها بانهي شكل؟ احنا نخليها لسته عشان تبقى اسهل في البحث. انا كده محدد ملفين، محدد ملفين الاوفيس والبرزنتيشن، محدد واحد بس عشان خاطر نقدر نشوف. لو وقفنا على واحد بس، واخدين بالكم شكل الشريط ده اتغير. اضاف لي شير، شير ده ايه؟ لو عايزه اعمل مشاركه للملف اللي انا واقف عليه. كوبي لينك، عايزه اعمل نسخ للينك بتاعه عشان ابعته للناس للمشاركه برضو. طلب ملفات، ريكويستد فايلز. الاول نشوف دول، بعد كده نرجع لده. دي داونلود، تحميل، ديليت، ديليت، حذف، رينيم، اعاده تسميه. ودي شفناها اللي هو بتاع ثلاث نقاط دهيت، لو عايزه اوتوماتيك دي هنشوفوها برضو. ودي حرق، تحريك لو عايزه احركه، دول عايز اعمل منه نسخ. نشوفه. انا اشوف لما ضغطت شال التحديد، فعشان كده اتلغت الاختيارات اللي احنا ايه كنا فيها. نشوف طلب ملف. ايه طلب ملف ده؟ هنا بيقول لي اسم الملف اللي انت عايز تطلبه ايه. انا عايز اطلب من الناس مثلا السيرة الذاتية، تمام. هقول له التالي اهو، ادي اللينك، ممكن ابعت بالايميل، ادي اللينك. هقول له مثلا كوبي لينك، وهقول له دن اهو، يور فايل ريكويست ويز كريدت. انا كده انشات ايه؟ انشات ملف اسمه السيره الذاتيه. فين ملف السيره الذاتيه؟ احنا نبحث عنه عشان يوصل لنا بطريقة سهلة. ادي ملف السيرة الذاتية اهو. فين ملف السيرة الذاتية؟ ملف السيرة الذاتية ما جابش، هو ملف السيرة الذاتية. طيب نشوفه تاني. المهم ان هو ملف السيرة الذاتية اللي انا حطيته ده هو. انا هاخد اللينك وابعته للناس، اقول لهم ادخلوا على الملف ده وكل واحد يرفق او يحط السيرة الذاتية بتاعته. هما كده هوت، اول ما يفتحوا الملف اللي اسمه اللينك ده هوت، هيفتح لهم السيرة الذاتية وهيقول لهم حط الملف بتاعك او حط السيرة الذاتية بتاعتك، ويعمل لها رفع. ممكن يرفع برضو اكتر من ملف، ممكن يرفع اكتر من ملف. ده طلب الملفات لما اكون عايز الناس كلها ترفع لي ملفات في مكان واحد، او انا عايزه اجمعهم كلهم في مكان واحد، فاقول له كله يحط في الملف ده هوت، كله يرفعهم في الملف ده. ده بخصوص رفع الملفات. هو هنا هو طبعا رفع الملف ديت مش متنشطه ليه او مظهره لي ليه تاني دلوقتي، لان انا مش محدده مجلد، دي بتظهر لما اكون واقفه على مجلد بس. ادي شفنا كل الحاجات الموجوده في الشريط ده هوت لو احنا واقفين على ملف. نشوف حكايه التشغيل الذاتي. التشغيل الذاتي، التشغيل الذاتي ده لما بكون تشغيل تلقائي خاص بتطبيق تاني من تطبيقات اوفيس 365. اي حاجة او اي
تعديل او اي شغل انا بعمله على البريد الالكتروني او اي مرفق انا بحفظه او بنزله، هو بالتالي بيربط ما بين الوان درايف والبريد الالكتروني اللي عامل منه ده، هو بينشأ تدفق ليه وبينزله لي هنا. هو ده عن طريق ايه؟ برنامج تاني بيربط ما بين الاثنين. ده بالنسبه للتشغيل التلقائي. ايه المزامنه ديت؟ يبقى دي اللي هي اوتوماتيك، اللي هي دهيت اللي هي تدفق، اللي هي زي ما قلنا بيربط بالملفات. المزامنه ديت لو في اي تعديل انا عملته على الملف لما اضغط مزامنه عليه، هو هيعمل لي كوبي او نسخ للملفات اللي موجوده عندي على الوان درايف على ديسكتوب. اي تعديل يحصل في الوان درايف على طول الاقيه اتعدل في الديسكتوب، والعكس اي تعديل على الديسكتوب الاقيه على طول اتغير على الوان درايف. بس احنا ناخده بالنا لو هي الملفات الموجوده عندي على الوان درايف كتيره، يبقى كده هو هيعمل لي مشكله في التخزين في الديسك توب بتاعي. يعني احنا ممكن نعمل الملفات الضروريه اللي احنا بنشتغل عليها نعملها ايه؟ المزامنه، عشان اي تعديل في اي مكان الاقيه برده حفظ لي التعديل ده على الديسك توب. طيب نشوف، نقف على ملف كده ونشوف ايه الاختيارات الموجوده في الملف. وليكن مثلا الملف ده انا كده فتحته، يبقى انا لما اضغط عليه نفسيه تاني، لما اضغط عليه نفسي هنا هوت على الشرطه دي كده هيفتحولي، لكن انا عايز احدده يبقى اقف جنب النقطه اللي جنبيه ده هوت كده انا حددته. طيب حددته، بيقول لي عايز تنشا جديد ولا عايز تفتحه ولا عايز تعمل له مشاركه ولا عايز تكوبي اللينك بتاعه ولا عايز تحذف تعمل له تنزيل على ديسكتوب ولا عايز تحذفه ولا عايز تعيد تسميته ولا تنقله ولا تعمله تشغيل تلقائي ولا تنسخه هوت، ولا عايز تشوف التاريخ بتاعه التعديلات الشغل اللي حصل فيه يعني امتى والكلام ده كله. ده بالنسبه لايه؟ لان انا اقف على ملف. طيب فين طلب ملفات؟ هنا هوت مش موجود طلب ملف. ليه؟ لان انا طلب الملف ده بيوصل لما اكون واقفه على مجلد بس، لكن انا هنا واقفه على ملف مش مجلد. طيب انا لو محدده ملف ومجلد الاثنين، محدده حاجتين، ايه الاختيارات اللي ممكن تظهر لي؟ ادي اهو محدده ملف ومجلد، محدده حاجتين بس، كل الموجود ان انا تحميل او حذف تحريك او نسخ بس للمجلدين دولت، لكن مفيش فتح لان طبعا هو مش هيعرف يفتح من فيهم، مفيش طلب ملفات لان هو برضو ده منطبق عليه وده منطبقش عليه، مفيش اي حاجه من ده طبعا، ممكن ترتيب والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي خلاص عرفت ازاي انزل ملفات عندي على الوان درايف، وعرفت ازاي من وان درايف للديسكتوب والعكس، ارفع من الديسكتوب للوان درايف والكلام ده كله، واحدد المكان، وعرف ازاي انشا ملف جديد. طيب انا دلوقتي عندي ملف هنا هوت وعايز ناس تشوفه او عايز اعمل مشاركه ليه، ازاي اعمل مشاركه ليه؟ طبعا زي ما قلنا في اكتر من طريقه، ممكن نضغط على الثلاث نقاط اللي هنا هوت اللي جنبي جنب كل الملف، واضغط على مشاركه شير اهو، هيقول لي دي الخيارات بتاعه المشاركه. ممكن نضغط اهو برده عشان اوصل، لازم احدد خيارات في المشاركه، لكن شويه حاجات احددها صلاحيات اللي هياخد له الرابط. طيب ان هو بيقول لي اي واحد ممكن يوصل له، دي صلاحيات مين ممكن يوصل للشغل ده، اي واحد ولا الناس اللي في منظمتك بس ولا ناس من بره ممكن توصل له ولا ناس معينين اشخاص معينين انت هتحددهم. في برضو اختيارات تانية، احنا نخلي المهم دلوقتي ممكن يعدل ومش ممكن يعدل في الملفات بتاعتك، تاريخ انتهاء الصلاحية يعني لغاية امتى ممكن يشوفه، يعني مثلا قدامه شهر اتنين بعد كده هوت ما ينفعش يشوف الملف ده، فترة معينة ليه. هنا هو لو عايز احط كلمة سر محدش يقدر يفتح الملف ده هوت غير بكلمة السر اللي انا حطها له، وهقول له تطبيق. يبقى انا دلوقتي عشان اعمل مشاركه لازم احدد شويه حاجات، اقول له تطبيق، بعد كده هقول له سند. سند يعني ارسال. هنا هوت لو عندي اسم حد معين انا عايزه ابعته له، هكتب اسم اول حاجه مثلا، هلاقيه ظهر لي الاسم اللي هو اللي انا عايزه ابعته له دوت، هختاره وابعته له لو اسم حد معين. كوبي لينك ده
يعني احصل على نسخه من اللينك بتاعه ده عشان اشيرها لاي حد في الواتس، في الاوتلوك، في اي مكان انا عايزه اشيره له او اخليه يوصل لي. اوتلوك ده هوت هيفتح لي الاوتلوك عشان لو عايز اعمل كوبي لللينك ده هوت من التلات نقاط دول. في هنا برضو شير، نفس الفكره، هي نفس الاختيارات، حدد الصلاحيه والميل نفس الاختيارات بالظبط. طيب ايه الفرق بين شير وكوبي لينك؟ مفيش فرق بين الشير وكوبي لينك، هما الاثنين نفس تقريبا، موصلين لبعض، بيدوا نفس الاختيارات، بس هنا هوت اهو كوبي لينك على طول، هحدد الصلاحيات، تطبيق، واختار كوبي لينك كده، خدت اللينك اروح ابعته لاي حد، هيفتح اللينك ده، هيفتح له الملف اللي انا عايز اعمله وكده ابتدي يشارك فيه او يبص فيه، لو مسموح له بالتعديل يعدل، مش مسموح له بالتعديل ما يعدلش. وكده يبقى خلص الوان درايف وكل حاجه تخصه. يبقى دلوقتي في الوان درايف ممكن انزل من الوان درايف على الديسكتوب من داونلود، ممكن ارفع من الديسكتوب على الوان درايف من ابلود، شير لو عايز اعمل مشاركه للملف عشان حد يشوفه، يعني حد مش معاه، مش في الديسكتوب بتاعي بس انا عايز يشوفه، او في مكان تاني عايز يشوفه، اعمل له مشاركه زي بالظبط المشاركه بالبريتوز والمشاركه بالشيرت في الموبايل، بس دي مشاركه لابعد الحدود، يعني ممكن يكون مش جنبيه معايا ولا اي حاجه، ابتدي اشارك له الملف ده هو طبعا، وزي نسميه وزي نحطه ونرفعه ونرتبه كده. خلص كل حاجه تخص الوان درايف. ان شاء الله يكون استفدتوا من الفيديو ده هوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.